بس كده أنا تاكل كم دقيقة أنت تجيب كلام جديد. يا هلالش إذا شخلص كويس ما في خوف. أنا شكل أحسن من أنت، شابة كبير. أنا شابة كبير يا كتكوتة يا دلوعة. جوي العشاء المطعم تصدقون جوهم أحسن من شكوش وكفتة. خلاص خلاص ماري، دي شغالة جارتنا أم سلطان، هي سافرت باريس وبتخليها عندنا كم يوم. بعدين حنا ما نستغني عنك ولا عن طبخك اللي أدمنا عليه. شكراً ماما. عفواً ماما، يلا خذيها وديها فوق. أنا أروح مع هالأشكال؟ إيه روحي مع ذي الأشكال. إيش ذا النشبة؟ يلا يلا خذيها. يلا تعال. كل فيلم البطل هذا الغرفة أنا. وش هالغرفة هالصغيرة؟ أنا وين أنام؟ جيب فراس ونوم على الأرض. أنا نوم في الأرض؟ أنا نوم في السرير، أنت نوم في الأرض. لا 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 لا، أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. أقول لك أنت نوم على الأرض. لا أنت أنت لا أنت 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 هنا أنت هنا أنت هنا. ما يبغى نوم على الأرض، لا يبغى أشيل سرير أنا. ما في مشكلة ماري، دي ضيفة عندنا، تجلس يومين ولا ثلاثة وبتمشي، أعطيها سريرك. لا هذا سرير حق أنا، ما يبغى هذا الكلام الثاني. هي نوم أرض ولا أعجبت هو. أنت ما تشوفين؟ ما تشوفين؟ كيف أنوم على الأرض؟ يجيب لي السرير ولا رجع بيتنا أنوم على سريري؟ وشلون تروحين بيتكم وعزبتك سافرت؟ وأنا ابتلشت فيكي؟ دقي على الهينة، الهين تدقين عليها.